احنا لسه في الانترميديات وباقي لنا درس الاكس بوستنج. ركز معايا في الاكس بوستنج. احنا حكينا سابقا انه احنا في الانسمبل ميثود مش حاطط لينك هنا. لا لا انا في يفترض في لينك هنا للانسمبل. اوكي ممكن ببساطه نجيبه هنا من السيرش نكتب اوكي. حكينا انه سابقا في عندي ستاكينج وهنا الباجينج. تمام، مفهوم الباجينج انه هو مطابق للاكس جي بوستنج او الجريدينت بوستنج. ايش الجريدينت بوستنج؟ الجريدينت بوستنج انه بيعتمد هذه عباره عن طريقه في السيرش. يفترض انه انت اخذتها في 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 مرحله ما من مراحل الدراسه هي كسيرش الجورثم، تعتمد على الجريدينت ديسنت. ايش الجريدينت ديسنت؟ هو المسار الأشد انحدارا، يعني أنا بدي أصل للطابق اللي تحت، إيش أقصر طريق؟ أروح أنط من الشباك ولا أنزل على الدرج؟ تمام؟ بالضبط. فانت بدك تصل هلقيت انا ليش بدي اصل للقاع؟ لانه هذا المينيموم ايرور. كيف بدي اصلها؟ بدي انا اقصر طريق. ايش اقصر طريق؟ الطريق الاشد انحدارا. يعني انت تخيل حالك انت واقف على جبل فوق، تمام، وانت في عندك طريقين، انه انت عندك ممكن انه انت تنزل بمنحدر شديد جدا عشان تصل لاسفل الوادي، تمام، وممكن انه انت تروح على طريق متعرجه، ضلك تروح هيك وهيك وهيك بالتدريج، مش شديدة الانحدار ولكن بالنهاية انه انت بتصل. تمام؟ فالجريدينت ديسنت زي ما حكيت انه انت في عندك هي عبارة عن سيرش دايركشن، انت بتحدد انت عندك عدة اتجاهات، انت موجود هنا، تخيل حالك انه انت نملة عمياء. تمام؟ انت تمام؟ كيف بدك تحدد الاتجاه الاشد انحدار؟ بدك تعمل بحث بعده اتجاهات، روح بالاتجاه هذا قديش الانحدار، روح بالاتجاه هذا قديش الانحدار، روح بالاتجاه هذا قديش الانحدار. فبالتالي يفترض انه هو يتجه على نقطة البتن هنا اللي بتكون فيها انه نقطة القاع، هذه النقطة اللي بيكون فيها اقل ايرور، وهذا احنا اللي بدنا اياه. احنا بدنا نعمل سيرش للباراميترز اللي بتجيب لي اقل ايرور في الموديل. تمام؟ طبعا هذا الكلام في ال 2D، لو انت بدك تطبقه في ال 3D بده يكون انه بالشكل هذا، شايف انا عندي النقطة وين؟ فبعمل اتجاه سيرش بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه، تمام؟ هيك بلاقي حاله انه بيطلع لا بزيد الايرور، لا انا بدي اتجه لمنطقة انه الايرور فيها اقل ما يمكن. لا، هو بيعمل اكسبلوريشن في الاول، تمام، بيروح بحدد انه ايش الاتجاه اللي فيه اشد انحدار وروح بيتحرك باتجاهه. بعد مرحله معينه بيعمل كمان سيرش كمان مره ايش الاتجاه. انت ممكن تروح يمين ولا تضلك دغري ولا تروح شمال ولا ايش بتسوي. فبالتالي كل مرحله كل ستيب، تمام، عباره عن اتريشن. احنا عندنا في هنا في الماشين ليرنينج، لانه الماشين اتريشن على الداتا سيت، انه انت بتحدد السيرش دايركشن عشان انه انت ما تضلش الطريق وتضلك في الطريق الاشد انحدارا كل يعني طوال الوقت. تمام؟ طيب الفكره في الموضوع هنا انه انت بدك تبني هنا نايف موديل، موديل ساذج غير النايف بايس. هذاك بيعتمد على الستاتستكس، هنا انه نايف انه يعني حاجه اي كلام، يعني تعمل لك كلاسيفيكيشن، تعمل بريدكشن، تمام، وتعمل كالكوليت لللوس اللي هو الايرور، تمام، وعلى اساس الايرور بتجيب انت الاكزامبلز اللي انت غلطت فيها
وبتروح بتعمل ترين لنيو موديل على الاكزامبلز هذه اللي انت غلطت فيها، او بالاحرى بتعمل ترين وبتدي ويت اكثر للاكزامبلز اللي انت غلطت فيها. تمام، وبعديها هنا اد نيو موديل تو انسامبل. مفهوم الانسامبل انه انا عندي هذا الموديل، تمام، الاولاني انه كان في عليه لوست، هذا الموديل انه مخصص للاكزامبلز اللي انا بغلط فيها او الاكزامبلز الصعبه لسه في اكزامبلز فيها ايرور، برضو بكرر العمليه هذه بشكل اتريشن لغايه لما يصير في انا عندي كونفيرج. تخيل حالك انه انا بدرسك مسائل رياضيات، تمام، بدرسك 20 مساله، رحت انت 13 مساله انه انت حليتها وغلطت في 7 مسائل، تمام، هل حرجع ادرسك السبع مسائل هذول بنفس الاسلوب؟ لا، بدك موديل جديد، بدك موديل جديد، فحرجع اشرح لك السبع مسائل هذول بطريقه مختلفه. من السبع مسائل هذول جبت 5 صح وضايل لسه بتغلط في مسالتين، بعمل لك موديل ثالث برضه مخصص، بدي لك ويت اكثر، بركز لك على هذول المسالتين اللي مش راضيين يدخلوا في دماغك، تمام. طبعا بطبيعه الحال الموديل الثالث مش هفتح دماغي واحط فيه المسائل يعني. فالفكره زي هيك، فكل مره بتدي ويت للمسائل اللي انت بتغلط فيها وبتروح بتعمل موديل جديد. هذا هو الاكس جي بوستنج او البوستنج. كيف انه انت تعرفه؟ فروم اكس جي بوست امبورت اكس جي ريجريسور، تمام، وبتدي له الترين الاكس ترين والواي ترين وبتحسب له الايرور بهاي الطريقه، بيطلع انت عندك الايرور بهذا الشكل، تمام. هجيت هنا برضه نفس الفكره، انه هذه انه الموديل الاول والموديل الثاني والموديل الثالث هنا ايش بسميهم؟ باج واحد، باج اثنين، باج ثلاثه. وزي ما حكيت لك انه كل مره انه انت بتاخذ سامبل من البيانات انه انت بتدي له اياهم، وكل مره انت بتروح عفوا احنا يفترض في البوستنج انه احنا نحكي، تمام. هنا البوستنج انه انت بتبني الموديل الاول، الاكزامبلز اللي انت غلطت فيها بتروح تبني فيها الموديل الثاني، والاكزامبلز اللي غلطت فيها بالموديل الثاني بتروح تبني فيها موديل ثالث بتديها ويت اكثر، وهكذا، وبعديها بتاخذ بيناتهم المين زي ما احنا تعودنا. نعم. لا لا، مش احنا اتفقنا احنا بدنا نعمل 3 سيتس اقسم البيانات ترين وفاليديشن والتست. فبالتالي انا بعمل تونينج يعني ببني الموديل تبعي اللي هو عباره عن انسمبل مجموعه من المودلز بناء على الفاليديشن، خليتهم على شقة انه في وقت التريننج انه انا بعمل تيست عليهم انه انا بشوف بغلط فيهم ولا لا، وبعد ما اخلص كل هذا الكلام اصل للفاينل انسمبل بعمل على التيست، تمام. هذا اللي هيطلب من الفاليديشن بالضبط، تمام. طيب هجيت نيجي لموضوع تاني اللي هو يعني البارامتر تونينج، بس هنا الفكره في الموضوع هنا حيطبقوا على الاكس جي بوستنج. ايش في انا عندي بارامتر انا ممكن استخدمه اللي هو النمبر اوف استيميتورز، النمبر اوف استيميتورز، تمام. طبعا لما تختاروا صغير كتير هذا بيسبب اندر فيتنج، ولما تختاروا كبير كتير بيسبب اوفر فيتنج. فايش القيمه المناسبه؟ بحكي لك هنا انه التيبيكال رينج، هذا اكسبيرمنتالي مش بروفد ماثيماتيكالي، انه اكسبيرمنتالي انه التيبيكال رينج انه ممكن يكون بين ال 100 وال 1000. فانت مخير انه انت بتحدد قديش الجرانيوليتي اللي انت بتعمل فيها، يعني بتعمل 100 200 300 400 ولا مثلا 100 150 200 250، بتحدد قديش انه الجرين فاين جرين ولا كورس جرين للبارامتر هذا انه انت ممكن انه انت تفحصها. ف هذه شغله. الشغله الثانيه اللي هو الليرنينج ريت بارامتر، برضه بده ادجستمنت حنحكي عليه الان، تمام. ف
فلو بدك تستخدم النمبر اوف استيميتور في الاكس جي ريجريسور بتحطه في الكونستراكتور بهذا الشكل. فينا عندي كذلك الايرلي ستوبينج راوندز. ايش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه مش احنا بنشتغل بنظام الايتريشن، مش كل مره الاكزامبلز اللي انا بغلط فيها بروح بعمل تريننج مره ثانيه وبديها ويت وببني موديل لإلها وهكذا. طيب في كل ايتريشن يفترض انه يجي لنا عندي المين ابسوليوت ايرور، اليس كذلك؟ طيب لو انا على سبيل المثال ضليتني 5 ايتريشنز ما قلش المين ابسوليوت ايرور، انا طالب منه 100 ايتريشن تمام، عند ال 80 بطل يتحسن المين ابسوليوت ايرور. هنا بتيجي وظيفة الـ Early Stopping Rounds، إنه هو لوحده بروح بفحص إنه آخر 5 iteration لو الـ Error ما نزلش يبقى خلاص Stop، ما فيش فايدة. لكن طالما إنه هو نازل خلاص خليك لغاية لما تخلص الـ Iterations المطلوبة اللي هي على سبيل المثال إنه 100. أنا لا اخر اخر 5 قيم، لا اخر 5 ايتريشن بالضبط. كل ايتريشن بتخلصها بالضبط بتشوف انت الخمسه اللي ورا في تحسن، خليك ضلك دايس. لقيت انه اخر 5 النتيجه ما فيش تحسن خلاص ايرلي ستوب، بتتوقف بشكل مبكر. نجمع هذا الكلام كله مع بعض، يبقى هنا انت بتعرف الاكس جي بوستنج، تدي له النمبر اوف استيميتور تمام، وبتعمل فيت ايش بتدي له الايرلي ستوبينج 5، وبتدي له الايفالويشن سيت اللي هي الاكس فاليد والواي فاليد والفيربوس بتساوي فولس. عارف الباراميتر هذا اكاد؟ اعتقد انه مر عليك يعني فيربوس بالضبط. ما تجيبليش تفاصيل في النتائج او في الاوتبوت تمام. طيب نيجي الان بالنسبه للليرنينج ريت. بخصوص الليرنينج ريت ممكن انه انت بسط لك الموضوع تبعه، انه مش حكينا احنا في الجريدينت بوستنج انه انا عندي كل مره بروح بعمل اكسبلوريشن ايش اتجاه السيرش تبعي، صح ولا لا؟ طيب الان كل قديش اعمل اكسبلوريشن؟ حقيت الليرنينج ريت القيمة تبعته بين الصفر والواحد، لو كانت قريبة من الواحد معنى ذلك انه انا بدي اياه يتحرك يعني خطوة كبيرة بعديها بيعمل اكسبلوريشن. في فرق بين انه انت مثلا تمشي على سبيل المثال انه خطوة كبيرة طويلة وبعديها تعمل اكسبلوريشن، او انه تمشي مثلا خطوات صغيرة وكل مرة تعمل اكسبلوريشن. طبعا هذيك بتطول اكثر في التعلم او في البحث على الجريدينت او المنحدر، هديك انه بتتحرك بشكل سريع على المنحدر. ليش اضمن؟ لانه احتمال انت يصير في عندك هنا فلكشويشن، بصير في عندك تذبذب. كيف تذبذب؟ زي هيك بالضبط، يعني انت عندك الوضع زي هيك. تخيل انه انت الخطوه انت عندك تمام انه بهذا الشكل، فبالتالي انت الخطوات تبعتك انه لما تكون صغيره تمشي زي هيك وبتحدد اكسبلوريشن، تمشي زي هيك وتمشي زي هيك وتمشي زي هيك، فانت يعني بتضمن انه انت تصل للمينيموم
هنا. لكن لما تكون الخطوات كبيرة زي هيك بعديها زي هيك بعديها زي هيك بتلاقي انه لا ارجع، لا روح تاني، لا ارجع، فبالتالي انت بتتذبذب. فبالتالي الليرنينج ريت يفضل انه انت تستخدمه عشان تحدد الاتجاه تبع السيرش تبعي. تمام. هنا بحكي لي ادفايس، بحكي لي عادة انه large number of estimator small learning rate و large number of estimator عادة انه بيديني more accurate model. بس هذا الامر اكيد ما يعني طبيعة الحال بيخضع للتونينج، انه انت ممكن تعمل تونينج للبراميتر هذا كذلك وللبراميتر هذا كذلك، تجرب اكثر من learning rate واكثر من number of estimator. هتلاقي في انا عندي في البروفايل تبعي هتلاقي في نوت بوك بستخدم فيه الجريد سيرش، بعمل سيرش لكل هدول البارامتر، هشرح لكم اياه. تمام. كيف يعني؟ هو بقول لك انه انا بدي اياها سمول، احنا حددت لك الرينج تبعها هي بين الصفر والواحد، فبقول لك انا بدي اياها سمول عشان ما يصيرش في عندك فلكشويشن، لا يفضل انه تستخدمها عاليه. وفي نظام انه بستخدمه ادابتيف learning rate. ايش الادابتيف؟ بحطها في البدايه عاليه عشان تكون الستبس تبعته كبيره، اول ما يصير فلكشويشن بروح بصغرها. بالضبط، هذا انه في حاله انه هي كانت ادابتيف بدك تثبتها يفضل انه انت تحطها صغيره. تمام. النمبر اوف استيميتور حكينا انه الرينج تبعها من 100 ل 1000، هذه محتاجه تونينج، هذه محتاجه تونينج. فلاحظ انت كم باراميتر احنا بدنا، هي هذا واحد وهنا اثنين، محتاج انه احنا نعملهم تونينج. تمام. صحيح، ما انا بحكي لك انه هذا باراميتر محتاج تونينج. تخيل قديش انه الباراميترز اللي انا محتاجها في هذا الالجوريثم. في عندي باراميتر اللي له علاقه بالسي بي يوز اللي هو النمبر اوف جوبز، لانه هاي الشغلات انت بتبني اكثر من موديل، ممكن انه انت تبنيها ان باراليل، فبالتالي ممكن تعمل باراليزيشن لهي الشغله. فخلينا نضيفه هنا هذا الباراميتر، هيو ضاف الباراميتر هذا الثالث اللي هو نمبر اوف جوبز بتساوي 4 على حسب عدد الكورس او السي بي يوز اللي موجوده انت عندك على الجهاز. في الكاجل بدي لك كواد كور، فعشان هيك انه حطها 4. وانتوا اغلب جو لو انت بتشتغل لوكالي اغلب لابتوباتكم انه اعتقد انه هي كواد كور، يفترض اقل شيء يعني 4، يعني فيش حدا اقل من هيك، يعني اللي عنده 8 يعني ربنا يبارك له في الكورس تبعته. تمام. اوكي، فبتحل الاكسرسايز اللي عليه، وهيك بنكون خلصنا البوستينج